كتائب الأسد تقدمت لتحتل المزيد من الأرض في إدلب، أرض الزيتون والمعصرة التي يملكها رجل الأعمال السوري غسان عبود، لتقوم دبابات الأسد بتحريرها وتحقق انتصارا زائفا من انتصارات دولة المقاومة التي تقاوم الشعب بكل أسلحة النار والدمار. فهذه دبابات الأسد وجنوده وشبيحته يحولون معصرة الزيتون في إدلب إلى ثكنة عسكرية، ويرفعون عليها صور رمزهم بشار، وينشرون قواتهم وأسلحتهم حول سورها ريثما تمر عربات المراقبين الدوليين. فما الحكمة من دس آلة القتل في أراضي أبناء الثورة؟ والحق إن حرب الأسد على شعبه لن تنتهي إلا بنهاية هذا التفكير السطحي الذي مله السوريون جميعا على كل تراب سوريا، وكفروا به وطووا صفحته ليبدأوا عهدهم الجديد في احترام الشجر والبشر والحجر، لا لقيمة عابرة ولكن لأنها جوهر الروح السورية العابرة للقرون والأزمنة. والفأل الحسن الذي ينقله لنا فعل جنود الأسد وكتائبه في احتلال معصرة زيتون أن مردهم سيكون إلينا، ومرجعهم سيكون إلى ظلالنا، ظلال شجيرات زرعناها يوما ما بأذرع المساكين الذين يشردون اليوم ويهجرون من قراهم في إدلب، وتحرق بيوتهم وتخرب أحلامهم المتعلقة بأغصان الزيتون. ولا قيمة لكل ما نخسره، فكل جرح في الجسد السوري يجرح كل السوريين، وتضحيات الشعب باتت أكبر بكثير من تضحيات الأفراد. أما القول الفصل فهو أننا باقون، لا يعنينا ما يسرقون ولا ما يغتصبون من أرضنا وتاريخنا، باقون ما بقي الزيتون، أما هم فعابرون غابرون. الناس في بلادنا يتهكمون ويقولون إن المؤسسات بدأت ببيع المفروشات المستعملة بعد أن تمت سرقتها من بيوت الأهالي. في انهيار هذا النظام أخلاقيا قبل انهياره سياسيا وعسكريا قريبا. مدينة إدلب.